واخذت الجولة كذا على السريع، رجعت على طول قلت احضر الحلا مع صديقاتي السنابيات. بحضر معاكم اليوم حلا مرة لذيذ، يمكن يكون قديم يمكن يكون مش قديم، يمكن ناس تشوفه اول مرة، يمكن شايفينك، يمكن سويته، والله اعلم. المهم فذكر نذكركم فيه. راح اصلح معاكم حلا حيل حيل قوي ولذيذ، تقدرون تسوونه بصينية، بس انا ودي اسويه بصحون. احس ان الصحون كل واحد ياخذ صحنه وياكلونه افضل. هنا بنات طبعا لأن حجمه صغير فأنا بحط طبقتين من البسكوت كسرتهم. هنا الحليب راح أسقيه بالحليب زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، ممكن تغمسينه من البداية براحتك. في محضرة الطعام دريم ويب من أي شركة تفضلونها، يعني كريم كراميل. هنا جبن الكيري، حليب، أوه هاي الكريمة غلط، عادي عادي ما يضر تغاضوا. هنا الحليب، نص علبة جيمر أو الجيمر الحجم الصغير. الجيمر أحلى من القشطة، فيها أحلى من القشطة العادية يعني في هذه الوصفة، بس عاد براحتكم، الموجود عندك استخدميه. طبعا كانت معاكم ملكة الكبكبة، لازم أكبكب. نظفت كل شيء، الحين نخلط في محضرة الطعام. سكروا أذنكم. وهذا شكله بنات، تكثف وكل شيء، ما اخذ معاكي وقت. راح نبدا نحطه في القوالب. حطيتها بنات في الكيس، اسهل لي وارتب صراحه، شفتوا بكل سهوله. بنات راح نحط الشوكولاته او اي نوع شوكولاته تفضلونها، جالكسين، فاي شيء اي شيء يعني اي شيء عندكم، وكريمه الخفق. بندخل الميكرويف نسيحه ونخلطه مع بعض او حمام مائي نرجع. وهذا الشوكلت بعد ما سيحته راح احطه على الخليط حكي بشويش بشويش وارتب السطح. طبعا هذا يعتبر طبقة قناش، ما تكثرون منها. خلني اكمل الباقي. ما شاء الله تبارك الله الحلا صار جاهز. انا صراحة ما ودي ازينه الحين بالبسكوت، بس بزينه عشانكم، ودي ازينه قبل التقديم، بس عادي يعني. بحط كذا رشة من البسكوت، شفت البسكوت اللي كسرته؟ لأنه ما نرمي شيء نستخدمه للتزيين، مش أنا كسرته، فالزوايد دقيتها واستخدمها للتزيين، والباقي يحتاج الحلا بكرة. وبس والله صار عندكم حلا لذيذ يسرسح بارد حق بعد التراويح أو على سفرة الفطور، وبألف عافية.